أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يقول أحد الكتاب أن كلام العلماء في الجهم بن صفوان وفي المعتزلة هذه الأيام إنما هو ضرب من العبث ونافلة في غير وقتها، لأننا نواجه الآن حرب شرسة مع الأعداء تحتاج إلى وقفة العلماء، فكيف نرد عليه وجزاكم الله خيرا؟ نرد عليه بأنه منهم، اللي يقول الكلام هذا منهم، هذا واضح أنه منهم، أو أنه جاهل ما يدري، إما أنه منهم من الجهمية ويريد يتستر عليهم ولا يفضحهم، أو أنه جاهل ما يدري، والجاهل ما يؤخذ كلامه ولا يلتفت إليه ولا يعبأ به. الحق لا بد أن يبين ولا بد أن يوضح. وكيف نشتغل بالعدو الخارجي ونترك العدو الداخلي؟ ما يمكن أن الإسلام ينتصر وفيها أعداء من الداخل، لا بد. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، لا بد. وأنذر عشيرتك الأقربين، لا بد من البداءة بالقريب قبل البعيد. نعم.